بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هذه الحلقة استضفنا لكم فيها كوكب كبير الفنانين والأدباء والمداحة. إيش تتوقعوا المشاهدين عن الكوكب اللي قلت لكم عنها؟ إن شاء الله عمالقة في الإنقال والفن والأدب والناحية ناحية المدح. الخلطة طلعوا الزاي شوي. معانا الفنانة المتميزة والشابة السالمة بنت محمد. السالمة مساء الخير. معانا العازف المتميز صاحب الأنامل الذهبية على آلة الجيتار والناتي واللاب. مرحبا بك وسهلا معانا. معانا الأدباء المتميزين كاملين مداحين الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا الأديب الشيخ والملال. مرحبا بك وسهلا معانا على مائدة هذه الحلقة من برنامج حلقة خاصة يعني بعيد الفطر المبارك. معانا الأديب مولي مادح رسول الله عليه الصلاة والسلام مولاي والمولاي الحسن. مرحبا بك وسهلا معانا. معانا المداح مداح الرسول عليه الصلاة والسلام اللي معروف تبارك الله ما شاء الله يسلموا والصنبة. مرحبا بك وسهلا معانا. معانا المداح الرسول عليه الصلاة والسلام القاني عن التعريف اللي نشين لودولو الأديب التراد والشيعة. مرحبا بك سلوه. مرحبا بك السهلة معانا على مائدة الحلقة. معانا الأديب المتميز مادح رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحقيقة الجديد على الفضاء، يعني الأدب ما شاء الله ما هو جديد فيه تبارك الله. تقرأ الخطار. مرحبا بك وسهلا معانا. معانا العازف المتميز وراء الكاميرا على آلة الأورج الدي والمحمد. ومعانا الخلطة على الإيقاع راني مقدم لهم تحية والجمهور اللي معانا. السالمة الشماسي عندك الليلة على أنك ضيفة في الحلقة الخاصة بعيد الفطر المبارك. شرفني تبارك الله استضافتك لي المداري مولي نبقيه وحنا كذلك يا ولدي بيك. وراني قايل للجمهور كامل مبارك رمضان بعد كريم بعد علينا ومبارك مولي العيد علينا وعليكم ان شاء الله وعلى جميع المسلمين. رانا مولي ما قد نصيبوا عنك. شكرا. ما عدلنا ما قد نصيبوا عنك. وانا كذلك يا ولدي. السالمة شلي تبدئين؟ احنا فعلا بادئين مك حال كر. شلي تبدئين به الحلقه؟ أنا عندي شهور هون جديد مع دلتو ونشوف يقدموا للجمهور وراجع إن شاء الله يجبه. لودا ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لوح ولا قلم ولا نجوم ولا لوح ولا لوح ولا قلم. قد فاز من كان الرسول إمامه. قد فاز من كان الرسول إمامه وقاد به نحو النجاة زمامه. وكل من استعصى تصل يا قمر تسر يا حنصر حنصر راح نصر الشهر أقامه. أعداه ما بين ما بين ما بين داه ما بين داه ما بين ما بين خوف وذلة وذلة. أعداه ما بين 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 خوفات وذلة. Thank you.
احنا كان زبتنا في الوحدة والخوة. احنا كان زبتنا في الوحدة والخوة. لا يفتق وحدتنا دامت قناعتنا بالصدق والخوة. دامت قناعتنا بالصدق والخوة. دامت قناعتنا بالصدق والخوة. لا يفتك وحدتنا حتى سوى من هو. لا يقتل وحدتنا حتى سوى من هو. ولا يقتل وحدتنا حتى سوى من هو. زين زين السالمة رقم عنه في الوحدة الوطنية هذا شعر جديد والله. السالمة ينحكى أنك على أنك لما يعجل عليك القاف تقول أنت قافل راسك. والله بعدك اللحق مشكلة السد من جار تصور محمد وصلنا سرير فيه ذاك وكان إذا كان يلو كانوا ما جاءوا قفال خلطك تقول قافل راسك. السالمة السالمة لين أطرح لك سؤال في الحقيقة قاع نكدوني فيه الفناني مات ما يطوع له الجواب ويقر لا ملتمس عنك تلي تطي فيه الجواب. السالمة من مواليداش؟ لا ظهر لي مولاني أتكي في قول عندك كم السنة زاد؟ ساكنيني أتكي في قول النخري خليه من قولته. مرحبا بيك وسهلا معنا السالك يسلموا ونصنبه. مرحبا بيك وسهلا.
إضافتك نوعية في الحقيقة للحلقة بسماء الأدب والفن. شماسي عندك الليلة، شماسي عندك على أنك ضيف في الحلقة الخاصة بعيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير ومن البركات ومعالي الكوكبة من الفنانين والأدباء. ما شاء الله زين عن جميع شاء الله رمضان كريم. شكرا علينا وعليك، عيد سعيد. بارك لنا وعليك إن شاء الله. شلي تبدأ لنا به الحلقة؟ نبدأ لكم مدح المديح رسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله. يا نبي يا نبي إلا أنا نبغي نبي الحي الملك من السابق الأنبياء
فور شباب نبنا فور شباب مو حالي يعدل معصية وصابر الأنبياء صاب وصابر ما صابت الأنبياء إلا أنا يقول إلا قمت حبي كواني مدح بيا يا كوانك بيه الزين وفرض علي بيا زين وفرض علي بيا زين وفرض علي أخيار اللي يقول لساني وأخيار تسمع وذني وأخيار اللي يقول لساني وأخيار سمع وذني هلا أنا بغينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هو عادي تبارك الله كالعادة يسلمون من أنت تمدح يعني قريب صحيح عاش عاد 2018 السويق لكن عاش تبارك الله ظهرت تبارك الله فيه من ترى كانك من محيط يمدح والله أنت هو الوحيد من تمدح أسرة يعني والله أنا والدي الحمد لله تمدح وعقلت عليه تمدح وزيان عندي ما اخترت الخيب استقت تراد مرحبا بك وسهلا معنا اضافتك وطن بعد اضافه نوعيه الليله شكرا لا هي تحكي لنا شيء في حال كرها اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اراني شاكرك على الاستضافه ومشرفتني شكرا مشرفتني كونك مقدم برنامج اعلامي معروف واللي برامجك اللي تميزوا تبعتك ناس من البرامج من بيوت الفنانين وقع الفنان ما يعود في معاد زين لكن لحال برامج كانوا متميزين وشرفتني كوني مع هاي الأسرة اللي أسرة من أهل الفن عظيمة أهل أبا والفنانة سالمة محمد ومع هذا الأدباء اللي ما شاء الله مبدعين ومع هذا المداحة رغم انه ما اجبر حد يشد له تم لا ما شاء الله وهذا جميل جدا بما انه في مقامك حال كره رسول بالدين اجمعنا ورسول بالخلق انفعنا ورسول بالشان رفعنا ونبيهم للمزية ورسول شور ومدفعنا ورسول خاتم الانبياء انا ما نختار نطول حتى بين الضيوف يا زلمه شكرا الشيخ مرحبا بك وسهلا معنا في الحقيقة واستضافتك أنت مولي في الحقيقة والله هي إضافة نوعية في الحلقة وفي سماء الأدب الشلاهي تبدأ لنا بهذه الحلقة إن شاء الله مرحبا بك وسهلا ولا حتى أنا زاد أنا شاكرك أنت على الاستضافة شكرا وشرفتني ومشرف مع هذا الأسرة الفنية العريقة وشاكر التلفاز الموريتانية على هاي القفزة النوعية وعلى مواكبة لأفراح الشعب الموريتاني شكرا ومهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الفطر المبارك هذا الله علينا وعليهم بالمن والبرك أنا ما عندي شيء في حال كرم المديح لين أحكي لك طلعة ما هي ياسر وزوه مشكلة والأقطاب سيدي قانعهم بعلن ومعلم منهم لقطاب سيدي قانعهم بعلن ومعلم منهم وفطنت يتميز عنهم بزين ذاته وصلاته وصغير منهم خرصهم وقل ممتلكاته ولا تكلم يحزمهم وطم ذاك سكاته لقط بعد خلف وعد على شاعر ولا وعداته والكوم منه يرتعد ورجالته وعلياته شكرا ما هو عادي تبارك الله ملاي والملاي الحسن مرحبا بيك وسهلا معانا إضافتك ملي أيضا إضافة نوعية تبارك الله شلاهي تبدأ نبدي الحلقة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي الكريم أولا أنا مسلم على الفنانين وشاكرك للاستضافة شكرا على الأدباء شكرا أيضا رسلة تزعيم ولاد وديت حفل الليم الدواية وقطعت معها عناد الزي وكان مقطوع بالوداية رسلة الجر صادت يولي دارج وعادت لقولي ما حشتش تنجيه بولي قارن خبيطي وغناي وعادتي ما يلحق حولي ما ارسلها لي هداي ورسلة تزعيم وداد ودي
زين حط برسل ترجل صاهد التنقى لارجو زين العنقرة تتخباط التنقى بظر الجوش أربو لاي وظل في تنقى يغنقى غبر التغنقى عماي ورسل تزعيم ولاد ودي تحفل الليم الدواية وقطعت معانا دي الزي وكان مقطوع بلوداية زين حته زين حته ما عادي اتقرى اتقرى جيناك مرحبا وسهلا التالي قالي حق زين عديك بعد ارتفاع المعنويات يا مرحبت بيك يا ولي بيك مرحبا اضافتك انت نوعية سمعت في السماء الادب كما قلت لك واضافة نوعية في الحلقة يا ولي بيك يا مرحبا بيك وسهلا يا مرحبا الشلاهي تبدأ نبدأ الحلقة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا شاكرك بعد قال الاستضافة النوعية اللي كانت أول مرة شكرا وراني مسلم عليه الأسرة الفنية عريقة مسلم على الشباب كاملين ومداح شكرا شكرا ومحيي للتلفز الموريتانية ومبارك للأمة العربية الإسلامية الموريتانية بمناسبة عيد الفطر المبارك يعيد إن شاء الله علينا وعليهم بالخير والجمن والبركات ويجعل إن شاء الله أيامنا كلها عياد وفرح إن شاء الله بالأخص قناة الثقافية قناة الثقافية حقبة والله نبدأ لك بطلعة من المديح الله الله تقول سيد محمد العبد الحميد خير تقول نحن المنا ما يمدح الرسول مشي مصحح فقناه ما لا يصلح شقاع قالوا من لقنا غناه ما يقدر ينجح ولله تجبر له معنى ورسول خص مولانا بالخلق حق ولمانا ورسول هو اللي جانا بالدين الإسلام انفعنا رسول كبر مزان ومن نور وينه وشبعنا ونحن الله لاطف بينا والساه هو نبينا والساه مين علينا هو اللي بيه اتسعنا هو اللي يشفع فينا هو اللي قبل ما رعنا نحن منه ما يمدح زين حتى ما هو عادل الخلطة لاهي نقيس وسيني السالمة شنو برنامجك يوم العيد اش تبدي بهم على الصباح كانت متعدل المديح والله والله مشينا يوم العيد اللي نشوف على قاع الصباح وصلنا عادتنا مولية عدل شوي من مدح الدحمس لا بد لنا من وصل الدحمس هيت العيد اصلا نعودها عيد أصلا فرح تبارك الله للناس كاملة احنا مولي قاون أصلا لنا متحوفيه ولا ودنا منه سمو لنا عدلوه إن شاء الله ويعيد علينا إن شاء الله قوام من درى مديونا اللي يتقدمينا ليلة شنين لا تبقص لا نزيد عنكم مديونا ندي عن هذا نامي عادي وعبي ذاك مرحبا بسر ذاك بعد عاد سيني صليت من حرم الليل أنا يا حرمي يا ليل يا ليل يا ليل ليل يا ليل فداج من الظلم أو تترقى إلى أن نرد منزلة مقابي قوسين لم تدرك ولم ترمي مقابي قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها جميع الأنبياء بها والرسل تقديمه مخدوم على قدمي إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يا حقي يا الله
صرتك اللي زين اللي زين واللي انا قاعد فاز زي تبارك الله. ديق الشوفارك وكلامك عنو هذا من لصقة كافي هذا الشعرة لجاتك الشعرة لجاتك بالفيش لا ظنوا الشعرة لجاتك بالفيش لا ظنوا بالفيش لا قدوا لا ظنوا الشعرة لجاتك بالفيش لا ظنوا مات الحق رداتك لا طوى وبنوا حتى مات الحق رداتك إذا طوى وبدل ولا تلحق رداتك إذا طوى وبدل ولا تلحق رداتك إذا طوى وبدل ولا تلحق رداتك إذا طوى وبدل هي إذا طوى وبدل إذا طوى وبدل يا بدل صرتك إلا زين ولا زينك قلت وينو وينو الشورى في الأشوار فيك ينسي بنو 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 كيف تسهم المختار خالد لا أظن كيف تسهم المختار كيف تسهم المختار خالد لا أظن ولا أظن خالق ودع أظنه كيف تسهل وقتها خالق ودع أظنه خالق ودع أظنه
الحد اللي يمكن يكون ينوفه منه الحد اللي يمكن يكون ينوفه ما هو صايب عني وداني صايب عنه ما هو صايب عني وداني صايب عنه حتى على ذاك التعبير ما هو عادي ما هو عادي هذا كلمات من هذا هو كلمات لديب الكبير حمود ربي وخير ترى نقدم له تحية يسلموا جيناك يسلموا شنو برنامجك يوم العيد شنو نبدأ من الليل تقدم لنا الليلة الليل تبقوا كامل شكرا يسلموا عندك كم السنة أخلاقك أنت يعني أنا أخلاقي 2000 وذني عمرك القدام إن شاء الله لماذا ما تمتش حد سنواتك في الفنانين شاهدوا من إيش عندك بعد علو ذنبوش عادة قال الناس ولا هي تقول إنه مدحون في السنة مدح النبي حد مرايق ياك جود القريحة وترى طعم القناة كري وترى للقاري حريحة أما لقمة تمدح للصوت اللي سيفه بالعدو مسلول قطار فيهم ازرحا وانشر الملا القبول وعين غمور شحيحة المدح النبي المسقول ما نقبل عنه ترزيحة ما ننصح ما هو بنقول رسول الدين النصوحة مدح الغير كامل فضول الله قاعدتي بالريحة الله لي الله لي الله فعلي يا رسول الله الله لي أنا الله لي الله فعلي يا رسول الله شغل الله الشام إذ كلمك مع السبحان ذاك دليل على الملاقاه مفضل ما زور القرآن والقرآن وكلام الله دق بيض روحون يروحون على يد ملوك شود حتى خيم ردم واخلاف تحمك يوم وعود على
على عقلي لا قد ما جاوب تجوى بمعنى غيري عليه أفضل الصلاة والسلام. قول مدح رسولي حفل الحفول وأنا مدح عاطل ما مدح رسولي حفل الحفول وأنا مدح عاطيهما وأنا مدح عاطل ما وأنا مدح عاطل ما واللي واعد مدح الرسول لا ينتافق بعد معاه واللي واعد مدح الرسول لا يتابق بعد معاه اشفع لي يا رسول الله قول حد مدح محمد محمود قناه سعي يعطي له ما وحد مدح محمد محمود قناه سعي يعطي له ما قناه سعي يعطي له ما يعود قنا زين ومرفود ويعود معناه ومبناه ويعود غنى زين ومرفود ويعود غنى زين ومعنى يعود غنى زين ومرفود ويعود معناه ومبناه ويعود غنى زين ومرفود ويعود معناه ومبناه ويعود معناه ومبناه اشفع لي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. شكرا شكرا. زين حتى الخلطة لا هي تحكون يحكينا التراد ويحكينا الشيخ شيف سيني شمع على خرم الله وتقبل مقام أخر لا تحكينا التراد شيب عجالة في سيني والله كان حلف حرامي سقريك حالف أنا بيه الحلال ما تليت من اللي خاطيك يطلع نقد من الحال ولا تليت ليش شفت قعودنا لا تليت ليش شفت قيودنا شلا تحصيره وقعود قاعده تطبلهم مشدود يا طرف لي هذاك البال ولا تليت بليعه موجود يا اللي من رده ايتال كان حلف حرامي سقريك حالف انا بيه والحلال ما تليت من اللي خاطيك يا طلع نقد ذي الحال زين حتى الشيخ والله تاري أنا بعد نهارات فايتين وتاري شيات فايتين وتاري ردات فايتات وتاري بيضان جايين البيضانيات جايات البل الزوان سامعين هجيز الردات طايبات في ذبو عمران زين حتى الخلطة لا يتبر مشور فاقو Yeah.
على النذير نبي الله بي نبي الله بي صلى الله على الفخر عليه أفضل الصلاة والسلام. ذاك ما هو عادي بعد ومش شعر صرتك ولا قروة. الخلطة لا تحكو شفاق والله لا ينبر مشار تحرار مولاي. خليك حلفا مشوي عجالة احنا في المجد كنا مجاهد ومعدلين المجد من عرى مجدنا كل حد عليه شاهد وكل حد يعني الحبارة اسكي حتى معرفة بكره الظلم والجور بالحياة معرفة بالبرور معرفة بالعفاف الكور والناس معرفة بالطهارة معرفة بالعلم الله بحور معرفة بزين الفهم والشطارة لما فيه الكذب ولا الزور كنا مارقة العيارة سابق السفارات والقصور معدلين من العلم سفارة ولبثنا للعلم في تشور يا خلاوقة خليت خيبارة ونحن قارق متنوئين غير متكابلين تكابل متين متوحدين متمادين ليدين ندبروا لحد بلا دبارة وكاملين إذا مجدنا عاسين متعطشين المجد والمارة زين حتى ما نجان ولد غير قاسين وكلنا عايد الخوف فرارة ديارة المجد فيها واحدين الواحدين فيه دا الديار زين حتى صندي ندرس ما هو جديد ما نسم ولا عمر ولا لزيد ولادنا الحرارة الصناديد إلى حوس التراب السهارة حاميين لقريب حاميين لبعيد آسين لا تتطرف حوار ولا قد تروغ ظهر نجبيد ما ردوه سوف السمارة بالأمور ما يجوها بتبارد وذيك مارة عليك بالمارة اللي أرب مالنا داخلين ليد ولانا داخلين ليد المصارة زين حتى ما هو عادي التراد 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 شوفوا برنامج التراد يوم العيد يوم العيد نوع بعد مع الصباح ايش قال قاع هذا عيد الفطر يا حد مع الصباح متوحشت يا هايو راهو يصير حد الرحيم حق بقى تحميس التراد من درا كانك المحيط اللي منه كانوا في حد يقول لقنا والله
والله أنا جدي علي سالم السيد ويعطيه الرحمة والغفران خير تغني كبير ووالدتي معلمتني لقنا أول قاف نقول 98 حقبة أنا الحمد لله ندور نعود وكبر يجمع على ذي زينة عندي كبعد العجلة على الجوع حقبة 98 الساعة أنت عندك كم السنة أنا خليها قلت دوز حقبة الحمد لله والله تقرأ تقرأ قاعد نعرف أنا خلاك محتاج والله يا غير بعد اللي يقولها هو ذاك الشيء في أخبارك أنا في أخبار الجماعة كاملة أنا مشكلتك إني غير من داخل اللامعة الشرفة اللي ما هم من في الشخص لهم تفضل أنا أعرف خلاقتك لعد تبقى تقول الجمهور خلاقتك ما راك لي تسلبي لساني ما تعرف خلاقتي محال أنا خلاقتي أو راني ما نعرف أقول أنت للجمهور حالي أنت في الحلقة دور نقولها لكم إن شاء الله راك جاعة تمام تواصين من أين تبدأت تقول لقنا؟ بدأت نقول لي عود الله ملاحة 17 روى بعد نقول لكم أنا المشاهدين على أن عمر تقرا هذا مرتين الكلام من فم ملاحلة بعد يسوى حتى من فم صاحبه عندي أنه ملاحلة ولا هي تقول سالمة هي تقول لنا شيء ياك بعد حرر ضربي بعين قيود التيسير يا ضربي بعين قيود التيسير يا قيود التيسير مقسم قسمة زينا ربي جا نصف من خير نصف لا يتحيد عنه ربي جا نصف من خير فمر خير يا فمر خير فمر خير نصف ما يتحيد عنه زين حتى عندك ذي هي رد عندك انتي عندك ذي هي عندك ذي هي رد عندك ذي هي وسكي يا رد عندك زمنية وسكي يا رد عندك زمنية وسكي يا رد عندك زمنية وانا يا الله
الرين افتح ري لخول الريم افتح ري ولخول الريم افتح ري ولخول الريم افتح ري تعدل دي زي من الإعدادية عدل دي دا زي غير حتى خيال عدل دي دا زي يا دا زي ولا يلا لي زين حتى زين حتى انت تذكرت المدرسه ذكرت كم الجماعه لاهي تحكونا شي في التحرار ونقلبوا الشوره لك حال تراد والله مبرم شوره التحرار صح التعبير شوره لك حال بعض بسم الله والله ايوه ايه خليك في التحرار ولا قال عليكم ان انت فاول تقصرك حال قاموا قصرك حال خلطت علي بماني شاك عن قدامي سبت الهلاك البارح وجبرت اللي حك على الاخلاق وبهوله مجلس بضار اللي وساك اللي اخلاقي لا حول تهناي وكيف اللي اخلاقي حشاك اللي مقفوله مشعوله وما نفق بين عراد قولي لي كلمة مسبولة كانك مكفولة والله زاد يا كانك مانك مكفولة ولا زين حتى زين بالحنة والعينين رفدتني بتقويني الصيدة عدت منين من القديو خيل لي أكسغ من لي زين من همت كامل لي وجيني ما هو بين ليدين وينصر لي جاني صاحب الحين قال المعدل لي انه بس حرمتيني اختيري حجبني بصلان انا عرف قاعد اللي بيه دخلي من الاسخام ولو جاع وقت انه يحجل لي بالحنة والتلياع والعينين امالي زين حتى تقرأ لا يتحكي ناشي في التحرى الله لو كنت من مجية البلاصة زينة رسمية والصديقة بيلانية مايل الفلخ الراصة من شوري والحقت علي ذا قاسي من دون خصاصة البلاصة ميت الفقية والبلاصة ما هي حواصة دون الفلة مامورية لي صديقة والخلاصة واني هذا انا متقشري ما ريت بلاصة وبلا صديقة وبلا فلة نشري بيها صديقة وبلاصة زين حتى هذا ما عقب مارت عني نبقيك قبال هلانا يا طب تحجال جيتك فات تعسس وثقال الليل ومجيلك ثقيل شوفي دونك كهل وكهال والليل تخطب استكهيل بيهم متنثقل والأحوال صعيبة وانتية في الليل رقادة وحلاك زوزالك لا معلمتيه الوي مباح وجراح ووكال ولا بدال ولحد رجيل وانا بيه متن التشواش والحزم وروقان استطفيل ماذا اللي تعد فقراش يا برا وانا باطن لي زين حتى ابو يسكي لا ينبرمشون لك حال الهي تقول فيه السالم ابيات ويقول فيه السلم ومدح يخبطوا الخلطة فيه وزن ياك زين حتى ياك الحال يا الليل والأيام قابل قابل ارتقى إلى بالقدمات قايل يا ما تقابل
محمد صلى الله عليه مختير بزر نتوالى كتاب الله القرآن كتاب الرحمة والعذاب خبط بين الكبر والإيمان بحصات وخبطة فصال مشي بالشور على تدان فوق دون الشمس ليل والرجال كامل معنا الحقد سير العالة زين قبالة زين قبالة لا لا بزين قبالة شيل علينا بروس على الحالة هلا لا بزين قبالة ويا لي ولا ويا لي ولا هلا لا بزين قبالة خبط ذكر ونخبط لك خبط صالة يلي نمدح لك بالقرآن يلي بلغت الرسالة هل النبي زين قبالة مدحن بيا ما هو معتاد لشبحت فيه النوال مدحن بيا ما هو معتاد لشبحت فيه النوال ولا يشال وش لعاد ما يشال ما يشال ولا يشال مش لعاد ما يشال ما يشال إلا النبي زين قواله مدحن بينا قال التراد وفطنت معاه الرجال مدحن بيا قال التراد مدحن بيا قال التراد وفطنت معاه الرجال وفطن معاه الرجال ما يشال وش لعاد ما يشال ما يشال ما يشال مش لعاد ما يشال إلا النبي زين قبالة عليه أفضل الصلاة والسلام زين زينك اللي قلت أنت وزين اللي قالوا الخلطة إلى هنا خبطوا وزن في الكحال ونعود نبرموا
مشترك بين الأورج والجيتار. خيكم ما هو عادي باتيسكي زين اللي تبارك الله نعزف وزين اللي نشد هو السالمة مديونة المشاهد اللي عنها هاك حسو تبان لا يزرق اختار ذكر السادة المشاهدين وجمهور السالمة اعلنها راهي مقدمة لهم ديون الليلة شهرها المعروف اللي هو ميعادي الشات والذيب والذيب خلوا بينهما أيوة. الشات والذيب خلوا بينهما لا حائل يحول بين الشات والذيب الشات تحلم الشاة تعلم أن الذئب يأكل والذئب يعلم ما بالشاة ميعادي
والشعرة شي ما هو عادي بينك والشعرة والشعرة شي ما هو عادي بينك والشعرة والشعرة شي ما هو عادي البين القمرة وش هي بقادي البين القحح يا البين القمرة يا القمرة وش هي بقادي زين حتى السالمة السالمة فيدك عن الشهر اللي نجحت تبارك الله بجمهوره وتميزت انت به شخصيا من درجة الكلمات المن ميعادي كلمات وناتي سالمة قول لي ذلك شهرك زين ولاه من الأشوار القادي شهرك هذا زين له من الأشوار القادي شهرك زين شهرك هذا زين شهرك زين هو من الأشوار القادي شورك زين وداه من الأشوار القادي شورك زين وداه من الأشوار القادي ما هو عادي ما هو عادي ما هو عادي ما هو عادي ما هو ما هو عادي ما هو عادي ما هو ما هو عادي ما هو عادي ما هو عادي ما هو ما هو عادي ما هو عادي المشاهدين وانا شخصيا والجماعه اللي معايا كان قابلنا لقبه في كلمات من هما كلمات العازف الفنان والناتي باللاب وكافي الكلمات معبر خلطه لهم برمشور الليين Thank you.
شود كانت لا أكون عمره لولا تشود تشود كانت لا همكم كنتوا تسحفوا الليين وتوه هو مقامي المفضل لا تقول لنا متحف الليين عودوا نقيسوا البتيت رسول يا دني نقول عليه الصلاة والسلام أيوة علي يا دني نقول هذا رسول يا دني نقول خيكم خيك الدين I'm not afraid.
انا قاعد سهيت وتما قديت نقول له ها وانت اللي ين بشبيك انا عرفتهم عند البدايه لين شفتك دخلك ازاي عرفتك ايش ها ما هو عادي الناس عليه افضل الصلاه والسلام الخطه لا مبرمشون اللي بتيت لا هي تقول السالمه فيه حكايه وشور ولا هي يقول فيه سلم ومدحه ويحكوا فيه الادباء ونخبط وزن وختموا لا اله الا الله لا 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 احنا تبارك الله مولاي الحسن مولاي الحسن له تحكي لنا شيء وختموا يا خبط الخلطه وزن نحكي ونطلع جديد راهي العنانه
يا المليك انا بصلي فيك نعد تجود ومترجيك بالكرم علي يا المليك كل ما عطوت معلي ملعود ما عطاك وجود معليك بالتيسير بداية المعبود جود علي مالي خاطيك بالجود اللي ماله محدود وانت زاد العن ولعني كامل لا يبطأ وانت زاد لعندك موجود جود الكرم وجود المعطى وجود التيسير وجود الجود زين حتى السالمة شماسي عندك الحرقة كانت شماسي بلغت تعود اللي عند الجمهور راجل ان شاء الله لا تعود يا راضية عنها احلها بعد راضين عنها تبارك الله شماسي الليلة انك انت ضيفة في الحلقة الخاصة بالعيد شماسي عندك شرفتني حتى وزينة عندي شكرا يسلموا شماسي الحلقة كانت عندها ها خلطة بكم وشوي حلقة زينة وزينين لو قارني في انا بعد متعدين عندي جزاهم الله خيرا شكرا شكرا وراجين عند ملانا تعود ملي زينة عند الجمهور شر دار تعود زينة عنده وزينة عندي أنا وزينة عند الناس كاملة التراث شنو الكلمة الأخيرة اللي تبقى تقدم في الحلقة أنا راني شاكرك مرة أخرى شكرا شاكر هاي الجماعة كاملة وشاكر هاي الأسرة اللي عريقة الله شاكرين قلنا عن الليلة قالت ياسر مش زين وعن ما شاء الله نحكي ياسر مش زين وهذا جو ثقافي ولا نحكي قاف من مديح الرسول عليه الصلاة والسلام قد حد يجيك عليه حق بعد ما نغسل نقاع ما نحكيش من الغنى ما ختمت مديح الرسول لابس لبسة الجار من مدح رسول حفول ولا يخلع حد العار لابس من مدح رسول عليه الصلاة والسلام تقل شنو الكلمة الأخيرة تبقى تقدم بعجالة لا شاكرك انت على الاستضافة مرة أخرى الحمد لله اللي اجتمعت مع الشباب مع الأسرة اللي حق اللي في عريقة حتى ياك لا راضي عن اللي قدمت الليلة لا حبوس لا حبوس إن شاء الله الشيخ شنو الكلمة الأخيرة تبقى تقدم أنا زاد لك الخطة لا مرحب بك أنت شاكرك أم الإجادة أنا تارب القافلة لين أحكي لك طلع بعجالة يقول اليوم مرق فيا نشاف من باب الليدين والكفاف الاشياخ ينقض شكراف فم قناية كانوا يحصد العود ام اللي كيف وكاف سدي وباب محمد كيف تسد ومرقي بالكاف وكيف تسيد احمد سيد احمد جابر مسعود بالتشراف بيت القصيد اللي نقصد كيف محمد ومعلوم فيه المقصد اللي يقصد ونعود ام اللي كي سدهم سدهم ولا جابر مقصد ملاي الحسن الكلمة اللي تقدم الكلمة الأخيرة بعجالة لا رانا تو شاكرينكم و... شكرا ولا نقول لكم عنا مشرف الأسرة الفنية والجماعة كاملة ومشرف بالجماعة كاملة وتو شكرا مشاهدينا الكرام لم يبقى لنا سوى أن نودعكم ونودع ضيوفنا الكرام وعلى رأسهم الفنانة المتميزة والشاب السالمة بنت محمد وهذه الحلقة كانت جد جد ممتعة حضورا وغناء وعزفا وطاقما وجمهورا كانت معنا الفنانة السالمة بنت محمد وكان معنا العازف المتميز صاحب الأنامل الذهبية على آلة الجيتار والناتي واللاب وكان معنا مادح رسول الله عليه الصلاة والسلام يسلموا والصنب وكان معنا كانوا معنا الأدباء الأديب المتميز أيضا والشاب الشيخ والملاي وكان معنا الأديب طبعا المتميز متميزين كاملين ومدحين رسول الله عليه الصلاة والسلام ملاي والملاي الحسن وراني شاكر الأديب المتميز مادح رسول الله عليه الصلاة والسلام التراد والشيعة وشاكر الأديب المتميز والشاب أيضا التقرى والخطار وشاكر الطاقم اللي شرف معايا على إنجاز هذه الحلقة شاكر المخرج لطفي وشاكر المصورين وشاكر إبراهيم الصبار على الصوت وشاكر الخلطة على الإيقاع وشاكر الفنان والعازف المتميز على آلة الأورج الدي والمحمد وشاكر الجمهور اللي حضر معانا وهذه تحياتي محمد السلك لسيدنا والمولاي الحسن عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير